مشاهدينا الكرام، للمزيد حول المؤتمر الذي عقده عدد من العلماء المسلمين والذي شاركت فيه هيئة علماء فلسطين من أجل نصرة الأقصى، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. حياكم الله دكتور. حياكم الله أخي الكريم ومرحبا بكم. بداية، عقد اليوم مؤتمر ضم أكثر من 40 مؤسسة ورابطة وهيئة علماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، من بينها هيئة علماء المسلمين في العراق لنصرة الأقصى. يعني سؤال يطرح اليوم دكتور ثامر، الهيئة تتحمل هموم بشأن مشاكل العراق وتحرص دوما في المقابل على أن تكون مشاركة في كل فعالية تخص فلسطين، ما السبب؟ هيئة علماء المسلمين في العراق نعم تؤمن بالمبادئ الأساسية للأمة الإسلامية ولديها ثوابت وأولويات لا يمكن تتجاوزها ولا يمكن أن تتقاعس عن نصرة قضايا الأمة رغم الجراح النازفة التي تحملها الهيئة، وأولها العراق واحتلاله من قوى عالمية وإقليمية من إيران وأمريكا. الهيئة من الجهات التي تعي تماما أن للأمة هوية ولديها مقدسات، ومن هذه المقدسات المسجد الأقصى، ولا يمكن أن تترك فعلا فيه نصرة للمسجد الأقصى إلا وستجدها مشاركة فيه، لأنها تؤمن بأن الأمة كتلة واحدة وجسد واحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصف المسلمين بأنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فما بالك بالمسجد الأقصى. الهيئة تعي تماما أن المسجد الأقصى وفلسطين هي ميزان قوة الأمة، فمتى تحررت فلسطين فهذا يعني أن الأمة بخير، وما دامت فلسطين محتلة فإن الأمة فيها ضعف ووهن. ولذلك كان الشيخ حارث الضاري رحمه الله لديه القدس أولا، وتحريرها مقدم على تحرير الدول الأخرى، ولذلك المؤتمر اليوم كان لنصرة الأقصى وفلسطين، وهيئة علماء المسلمين شاركت فيه كما شاركت في كل الفعاليات والنشاطات المتعلقة بالمسجد الأقصى وفلسطين. دكتور، العلماء في المؤتمر الذي عقد اليوم أكدوا أن العدو الصهيوني يريد التصعيد واقتحام باحات المسجد الأقصى وجعل المسجد مستباحا للمشروع الصهيوني، ما الذي يمكن أن تلعبه الهيئات العلمائية للوقوف أمام هذه المخططات؟ العلماء اليوم أكدوا أن المسجد الأقصى هو حق المسلمين ولا يسمح لأي جهة مهما كانت التفريط به، وواجب على الأمة النفير العام لنصرة الأقصى. واجب العلماء الآن هو شحذ الهمم، كشف مخططات العدو الصهيوني ومؤامرات العدو الصهيوني، التذكير دائما بواجب الأمة ودعوة الشعوب للضغط على الأنظمة الحاكمة للوقوف ضد العدوان الهمجي ونصرة الأقصى والشعب الفلسطيني، وترسيخ القضية الفلسطينية لدى الأجيال القادمة حتى لا تموت هذه القضية، حتى وإن لم يتحرر المسجد الأقصى في جيلنا فلا بد أن تستمر الأجيال القادمة في الدفاع عن المسجد الأقصى. العلماء اليوم يريدون الضغط على الأنظمة للمطالبة رسميا بإيقاف الاستهداف الصهيوني المستفز للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأجمعها. دكتور، لدي سؤالين لجنابك. الأول يتعلق بالأنظمة كما تفضلت، كيف يمكن أن توصل هذه الرسالة، رسالة العلماء إلى الأنظمة الحاكمة، ونحن نرى ونشاهد موجة التطبيع التي يعني تتبعها وتستخدمها هذه الأنظمة في سبيل جعل الكيان الصهيوني مقبولا عند الشعوب العربية؟ كيف يمكن أن تصل هذه الرسائل العلمائية وهناك في المقابل موجة تطبيع تقف عائقا وبالمضاد من هذه الرسائل؟ للأسف يعني أقولها وبكل ألم، تعودنا على خذلان الأنظمة العربية والإسلامية للقضية الفلسطينية، بل الأنظمة للأسف هي التي تمنع الفعاليات والدعم الشعبي الحقيقي للقضية الفلسطينية، مع أن قضية أوكرانيا هي فرصة للدول العربية والإسلامية أن تضغط على الغرب وعلى أمريكا لاسترداد الحقوق الفلسطينية والمسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين. للأسف دول التطبيع الآن تسير بشكل متسارع ومتسرع باتجاه ترسيخ التطبيع، وهي خطوة ستذكرها الأجيال القادمة بأنها خذلان للأمة وللمسلمين. وسيذهب المطبعون إلى أن يكون سجلهم
مدون فيه تاريخ أسود في صحائفهم في الدنيا والآخرة. دكتور، الشعوب العربية شعوب الآن مثقلة بالأزمات، تدخل في دوامات اقتصادية، أمنية، سياسية، اجتماعية، وفي المقابل يعني هو سؤال يطرح، يطلب منها أن تنظر أيضا إلى قضايا العرب وخاصة القضية الفلسطينية. هل تعتقد بأن الشعوب العربية اليوم قادرة على مواكبة هذه الدعوات والرسائل التي تطلقها هذه الهيئات الإسلامية والعلمائية من أجل نصرة القضية الفلسطينية؟ بلا شك الشارع العربي والإسلامي لديه إحساس ووعي كبير وعظيم تجاه القضية الفلسطينية، وبالنسبة للشعوب لو أتيحت لها الفرصة عمليا وبشكل حقيقي لرأيت النفير العام أوله في القدس وآخره في المغرب العربي. لكن للأسف الأمة العربية والإسلامية نعم بسبب ضعفها بسبب هوانها أصبحت مشغولة الآن بهمومها ومشاكلها الداخلية، ولكن على الرغم من أنها ممنوعة عليها نصرة الأقصى تجدها لا تتأخر في أي خطوة شعبية ممكن أن تقدمها للمسجد الأقصى وفلسطين. وهنا لابد أن نذكر ازدواجية التعامل الغربي ونفاقه الخبيث. فرأينا في العدوان الروسي على أوكرانيا اجتمعت جميع الدول لمساندة ونصرة أوكرانيا بالسلاح بالإعلام بالمال بكل شيء. أما القضية الفلسطينية أما القضية العراقية فقد رأينا الغرب يتآمر عليها سواء مع أمريكا لغزو العراق، سواء مع إيران لاحتلال العراق، سواء مع الكيان الصهيوني لاحتلال فلسطين. هم غير صادقين، هم منافقون، مع أن الوصف الحقيقي كله هو اعتداء دولة على دولة أخرى. وكذلك نرى الصمت الغريب ضد احتلال العراق، صمت الغرب، صمت الدول العربية، صمت العالم الإسلامي عما يجري في العراق وكذلك عما يجري في فلسطين. وهذا يثبت بما لا يدع للشك أن الغرب لديه ازدواجية كبيرة جدا، وهذه الازدواجية تستهدف الدول العربية والإسلامية. ولكن لو اعتدي على دولة أخرى دولة غربية لرأيت كما رأينا في أوكرانيا. عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لك.